ورم في رأسها؟ هذه ليست نكتة، ففي أستراليا أجريت جراحة عاجلة لإزالة ورم قاتل من رأس هذه السمكة الذهبية والتي تعاني من الورم منذ سنوات. وقال الطبيب البيطري تريستان ريتش الذي أجرى الجراحة للسمكة الذكر الذي يدعى جورج إنه كان عاجزا عن الأكل أو السباحة، لذا تطلب الأمر التدخل الجراحي، وتم تخدير جورج في دلو من الثلج حيث استخدم الجراح إسفنجة من الجيلاتين للسيطرة على النزيف في جراحة استمرت ل 45 دقيقة، في حين بدا مالك السمكة جورج متأثرا. بطريقة ما جعل السمكة تنام ثم خاط الجرح قليلا، وخاط الطبيب جرح جورج بنسيج صمغي وحقنه بالمضادات الحيوية وبعض المسكنات، في حين قدر الأطباء أن يعيش جورج البالغ من العمر 10 سنوات 20 عاما أخرى.